حادث سير على الطريق الوطنية رقم 16 بين مركزي أزلاء أو أمسى بإقليم تطوان. شهدت الطريق الوطنية رقم 16 حادث سير إثر انقلاب حافلة للنقل المزدوج، ونتج عن الحادث وفاة شخص وإصابات بين الركاب، حيث كان ركاب الحافلة في طريقهم لزيارة عائلية لحضور مراسم جنازة. حضرت السلطات إلى موقع الحادث لتنظيم حركة المرور ونقل المصابين إلى المستشفى لتلقي الرعاية اللازمة، وتدعو السلطات إلى الالتزام بقوانين السير خاصة خلال فترة الصيف.